سلام عليكم. وعليكم. خدي راحة. فين انت؟ تعالي تعالي. ايه يا اخويا؟ طالعة في ايه؟ طالعة فين؟ طالعة عند مين يعني؟ طالعة استرزة. اول باب هلاقيه في وشي هخبط عليه. دلالة يعني؟ لا لا، بقول لك ايه، والنبي اتكلي على الله، ما عندناش احنا الكلام ده في العمارة. الله يا اخويا، وانت مالك حامي عليا كده ليه؟ هو حد داسلك على طرف؟ بالراحة، ده انا واحدة غلبانة وعلى باب الله داخلة استرزة بطلع رزقي يوم بيوم. هو في ايه؟ لا بقول لك ايه والنبي، الله يبارك لك، احنا مش عايزين مشاكل مع السكان، روحي شوفي رزقك في مكان تاني. ربنا يا اخويا ما يجيب مشاكل. طب بقول لك ايه، ما تسيبنا اطلع، يمكن الزباين يعجبهم شكلي يقولوا عليا غلبانه، سيبنا استرزق يعني. لو النبي. بقول لك اسمعني اسمعني. قولي. انا هطلع واللي هبيعه هدي لك نسبه منه، ايه رايك؟ طب افرضي طلعتي بعتي ونزلت وقلت لي ما بعتش. حدق يا واد، شكلك ابن سوق. خد والله العشرة دي استفتحت النهارده. والله نهارك عنب. طب احب اطلع لك الحاجه؟ تسلم. طب بقول لك ايه؟ نعم. انت عايز تساعدني؟ عيني. طب ما تقول يا اخويا على الزباين اللي هيشتروا على طول من غير ما يفصلوا، انا مش قد الفصال. فهمتك فهمتك، سهله دي. بص يا ست، الدور الاول شقه الدكتور عمر، الشقه دي على اليمين. ها. الدور الثالث شقه مدام مديحه، ست سكره كده وشها سامح وبتشتري من اي حد اي حاجه. قشطه. في وش الاسانسير. ها. ها. الدور الاخير بقى ده شقه واحده، شقه الباشمهندس عماد، مراته كده ست عسليه، وبص يعني هتشتري منك كل البضاعه وهتكرمك اخر كرم. والنبي انت اللي راجل عسل حبيبتي. ربنا يا اخويا يوقف لك ولاد الحلال. يلا يا لهوي يا اخويا، انت قلت لي الدور الاول وايه؟ الدور الاول والثالث والاخير. ماشي يلا، انا طالعه وراجعاه. ركزي بقى. حاضر. مستنيك. هات الفلوس من عندك من الدولاب يا ريهام، وريني كده البضاعه. هنطلع مصيف السبت اللي جاي، خلينا نفك عن نفسنا شوية. طبعا لازم تفكي عن نفسك. وهتقعدوا كتير؟ يعني أسبوع 15 يوم. حلو، تروحي وترجعي بالسلامة يا حاج. الله يسلمك يا حبيبتي. حماتي مش بتسيب الشقة وقاعدة على نفس لغاية ما طهقت. الله يعينك. الله يرحمه، الـ40 هنعمله في البلد وكلنا مسافرين، مش لازم تتعبي نفسك، لما نرجع بعد. الشقة بقى اللي في التاني بتاعت 2 عواجيز، بس ابنهم مسافر بلاد بره. بس أخدت بالي يا أخويا إن العفش قديم والبيت ريحته متلكمة، دي بقى مش هيطلع منها حاجة. ها غيره. الشقة اللي في الدور الرابع بتاعت واحدة جوزها لسه ميت، طالع الـ40 قريب عليه في البلد. وايه ظروفها الشقة دي؟ لا شقة فلة مليانة ومحشية، فيها تلفزيون وفيديو وتلاجة، كل الأجهزة الكهربائية وعفش، يطلع منها حاجات يعني. حلوة الشقة دي، خليها في بالك علشان لو ما لقيناش حاجة اللي بعد مني. في شقة بقى يا أخويا طالعة من هناك، شقة لوز مليانة ومحشية، بس مشكلتي بقى ان الوليه اللي ساكنه فيها وبنتها ما بيطلعوش منها خالص. ما انا برضو اتذاكيت وسالتهم اجي لكم امتى لحسن اجي ما لاقومش، قالت لي لا يا حبيبتي احنا ما بننزلش خالص، تعالي في اي وقت. قفلت نفسي الوليه كده. يبقى الشقه اللي في الرابع هي اللي عليها العين والكلام. انا قلت كده برضو. يبقى نبعت مرسال للواد ميلي وفطوطه يجوا هنا نرسم الخطه ونحط على الشقه. قلت مين يا اخويا؟ ميلي وفطوطه. هو انت ما لقيتش غير الاثنين المساطيل دول؟ مساطيل ايه يا بنت؟ دول ايديهم تتلف في حرير. ده ما فيش خزنه ولا كالون فيك يا جمهوريه الا لما تتفتح معاهم وتنعم، ولا الحلاوه السمسميه. يا اخويا ده مخهم هو اللي ناعم من كتر الضرب. والله ما في انعم منك انت يا وز. حلو. وز ايه بس؟ ده انت خليط ما بين الوز والبط، مضروبين في الخلاط وعليهم سيجارتين حشيش هاب ومعتبر. وهطلع ايه بقى في الاخر بعد الخلطه دي؟ هتطلع بطة بتكتم مرة وبتكاكي مرة. ينيلك يا راجل. ما تيجي ندخل نكتم ونكاكي جوه بقى. لا يا اخويا كاكي لوحدك. تعالوا نقرب، اعملوا نفسكم ناس معدية وبتتكلم. ها ماشي ماشي. بهوات كده. يلا بهوات بهوات. ده منظر بهوات. تعروني هتعروني. هي دي العمارة اللي قالت عليها وزة. بس حلو قوي يا عرب، تعرف انا طول عمري بحلم اسكن في منطقه زي دي. لا تسكن ايه، احنا مش جايين نسكن، احنا جايين نخلص مصلحه ونخلع في السريع يا اخي. بقولك بحلم بحلم.
وبعدين شكل الشقه هنا عمرانه قوي. عمرانه بخيرات ربنا. طب ايه رايك يا عرب كل يوم نيجي نقلب لنا كده اربع خمس شقق؟ لا لا اربع خمس شقق يعني ايه؟ مش عايزين طمع، احنا كل يوم نهجم على شقه ونخلع على طول. صح صح، الطمع قل ما جمع. بس البواب ده تنح قوي، ده ما بيتحركش من مكانه. هانت تكوا على الصبر، حتى البيبي مش عايز يقوم يعمله. بقول لك ايه، بقول لك ايه، اسكت يلا ما تخلينيش افقد تركيزي. خلاص خلاص، بس هو يتحرك ده بقى له اكتر من ساعتين ثلاثه وهو في الوضع ده. ده ايه ده؟ يمكن مات يلا. مات؟ بس ده عينيه مفتحة. طب يبقى مات ازاي؟ ما ينفعش يموت وعينيه مفتحة. لا عادي، انا ليا خال قبل كده مرة مات وعينيه مفتحة. مرة؟ اه. ليه وخالك ده مات كم مرة؟ مات بتاع اربع مرات. وكل مرة عينيه مفتحة؟ اه، هو ثابت على موقفه على قديمه مبيغيرش. لو كده بقى يبقى ده فعلا ممكن يكون مات. طب ما تيجي نشوف. يلا بينا. يلا بينا يلا. ارجع هلا، ارجع ارجع، لسه في الروح، لسه في الروح بيلعب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اتكلموا كاننا بنتكلم مع بعض. يمشي وهو ميت ولا مش عارف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو خلع. يلا بينا يا رجاله، يلا بينا. استرها معانا يا رب، استرها معانا. يا ساتر. هتكعبلني هتكعبلني. معلش معلش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هادي تمام. بتعمل ايه يا صاحبي؟ كان نفسي من زمان احضن واحده خواجاي. اهو انتوا كده زي القرع، تحبوا تمدوا لبره، ده وقته. احنا جايين نسرق يا غبي. تعال تعال نشوف اي حاجه مفيده نسرقها. يلا يلا روح اسرق. ايه انت عتاوة؟ ماشي ماشي ماشي، خليك عارفها. ماشي تعال تلاقيني. ايه ده؟ ايه ايه؟ انا ناقصك؟ حد يخش على حد كده؟ ما انا مش غريب يا سيد، مش غريب. ما برضه يعني هكون بسرق حاجه كده ولا كده ما يصحش. ما انت اي حاجه بتقول لي عليها. كويس كويس انك جيت في وقتك. قول لي كده، ايه رايك؟ ايه رايك الفستان ده؟ اصلا انا عايز اجيب هديه لوزه. اش اش اش، هو حلو قوي، بس بصراحه انا ما اعرفش اقول لك رايي غير لما وزه تلبسه، ساعتها بقى اقول لك رايي بصراحه وبما يرضى الله. اه بس اوعى تجاملني. لا يا سيد عيب عليك، هو انا عمري ما قلت لك غير الصدق والصراحه. انا ما بجاملش. اه انت عايش في الحاجات دي عشان يعجبها. عشان يعجبها. قله الادب دي. يوزه بتاع وزه ده بس. خواجه زعلت مني بقى، قلت خلينا في البلد دي. خواجه اللي زعلت، انت جاي تضرب السياحه هنا؟ جاي تضرب السياحه واحنا بنسرع؟ الله ينتقم منكم، هتشلوني انتوا الاثنين. انا ما عملتش حاجه. هتجيبوا لي شنب رعاش. ما عملتش حاجه. تعالوا ورايا نخش نقلب جوه نشوف الشقه دي فيها ايه، شكلها عمرانه. انا خايف قوي. خايف من ايه؟ اه الشقه دي مليانه تماثيل، كاننا في بيت الرعب بالظبط. انت هتقلقني ليه بقى؟ انا مش عايز قلق، انا جايب ولاد اختي معايا موديهم الحضانه ولا داخلين نسرح؟ ما تلموا نفسيكوا شويه. خلاص انا مش خايف. امسك نفسك ياض انت بابا. حاضر. تعال ورايا. وراك اهو، وراك وراك وراك. هتكعبلوني هتكعبلوني هتموتوني. يا رب يا ساتر. مش وش على حاجه، امسك مش وش على حاجه، لا تتكسر. تقلقش ما تقلقش. على مهلك. امسك يا مل. استلم ياض. عارف لو شربت ازاز الشامبو تاني انت حر. استلم استلم. امسك استلم. واحدة واحدة. واحدة واحدة. يلا. سكتك من هنا يا ريس. سكة ايه؟ أنا سيد يا فطوط، الله يخرب بيت أم دي سجارة. ما تصحى فطوط. لا مؤاخذة هرب، لا مؤاخذة. أنا جات لي فكرة جهنمية. إيه رأيك نسرق العربية دي؟ العربية دي مسروقة، واحنا سرقنا من الراجل اللي سارقها. دي تالت سرقة، نسرق ايه تاني؟ الله يخرب بيت ام دي سجارة. هي السجارة دي شكلها مرحلة شويتين. طب اركب اركب يا اخويا بدل ما نترحل كلنا. اركب يلا. وانت خلي بالك من حاجة. يلا. على فين ان شاء الله؟ يا اخي تنير، الله يخرب.
بتقوم بالسجارة هتودونا في داهية لسرقة المحلية ايه ده؟ ايه المزق ده؟ معرفش ايه ده؟ الفلوس ده انا سرقها ناشفة، يا ترى مين اللي بلها؟ يا معفن، سرق لي ازازتين شامبو ب10 جنيه وحطيتهم لي وسط الفلوس لغاية ما غرقتهم يا هبل. معلش يا وزة معلش، احنا ممكن ننشر الفلوس دي وننشفها وتبقى مية مية زي الفل. ومين يعني اللي قالك ان حد هيرضى ياخد فلوس مبلولة؟ هو في احسن من غسيل الاموال يا وز؟ ان شاء الله هتتصرف، بس انت قدمي المشيئة. مشيئة تاخدكم انتوا الجوز. وانت يا هطل فين البضاعة اللي انت قلبتها؟ هو ماسكها في ايده يا وز. يعني ايه؟ هو ما سرقش غير التمثال ده، فيها وز الواد صغير ومحروم. والنبي حبيبتي كلي بقى، ما توجعيش قلب اكتر من كده، انت هفتانه. كلي بقى. يا غبي يا غبي، ما ينفعش تاكلها. ليه يا فطوطه؟ عشان لسه متغديه من شويه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اشق هدومي اشق هدومي، يعني تعبي كله راح على فشوش؟ واحد اهطل حاطط لي الشامبو مع الفلوس، والتاني سارق لي المانيكان وعمال ياكل فيه. اخص عليكم اخص، عرتوني كده كده تعصبوا الوز. معلش يا وز معلش، خلينا بس نركز في المهم. عايزك بس تخش تقيسي ده علشان نظبط المقاسات. عايز ايه يا نايم؟ القميص عشان نظبط المقاسات. انا يا سيد وزه تلبس هدوم مسروقه؟ لا يا عنيا، انا البس هدومي من فلوسي وبعرق جبيني. اغز الشيطان يا وزة واسمعي كلام جوزك. قوم انت وهو اطلع بره. يلا قوم يلا عشان اقسم الخميره وكل واحد ياخد نصيبه. يلا عشان نلحق الميعاد بتاعنا. يلا شغور يلا نخرج نتهوى. يلا ما تنسيش تعملي حساب رحله جمصه. ها ان شاء الله يا اخوي، ان شاء الله على جمصه ان شاء الله. ايوه كده، هو ده بقى الكلام. حلوين دول. انت يالا هنا بتعمل ايه؟ ها؟ انت بتعمل ايه؟ انا باكل الابله جعانه من الصبح وما كلتش. اه يا حرام. لا فعلا مسكينه، شكلها يا اخويا هفتان وتعبان اوي. لا انا بعناية دول هقوم واعمل لها اكله ترم عظمها. الله يكرمك. واجيب لها هدمه يا اخويا تستر. الله يسترك. عناية الاتنين هتؤمر. بس ليكي الساعه تطلب مني يا اخويا طلب انت عارف. امشي نجرب يلا. امشي يا قلبي. اكل التمثال ايه؟ والنبي اعمل ايه في الناس المجانين اللي انا عايشه معاهم دول؟ ناس مهبوشه صحيح. اخد القبله، اخد القبله والسندوتش. والمصحف نصيبك الفرده الثانيه يا عبيط. عبيط وهبه ومجنون ومنكوش.